أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ختام فعاليات المراحل الثالثة والرابعة والخامسة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي في عدد من المحافظات. وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه تم تسليم المتدربات شهادات إتمام البرنامج التدريبي، حيث تلقت المتدربات خلال تلك الفترة مجموعة من المعارف المصممة على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.